انما اقول لك تيجي تقول لي بلاصه تانية، لا يا حبيبي لا تلزمني بلاصه تانية ولا ثالثه. Let him just go ahead. Sometimes, man, I think death is even better than, you know, this kind of situation. So let them go ahead with whatever they want to do. So what is the responsibility of the international community? Is it just to bring us here, leave us here? علي من مصر، صار لي حوالي 3 سنين ونص يعني ماشي في السنة الرابعة، موجود في الشوشة. أنا جاي من ليبيا بتاريخ 25/5/2011. طبعا مسجون في ليبيا حوالي 37-38 يوم. الجيش الليبي خدني من سكني، دخلني 4 سجون تعذيب، بهدلت يعني. كل شيء أملكه في ليبيا راح، وجت السفارة المصرية استلمتني من باب السجن، وعندي أوراق تدين الكلام ده وتقول الكلام ده صح. جنايتي إيه؟ خدوني من سكني. جنايتي إيه؟ جنايتي إن أنا مصري. أنت اللي جبت لنا سكن. كان يعذبني بعمود حديد في السجن ويقول لي أنتوا جبتوا لنا الثورة هنا، أنت مصري جبت لنا. أنا عينا 9 سنين معاك، لا شفت ثورة تونس ولا شفت ثورة مصر. يقول لي لا، أنت اللي جبت لي الثورة هنا، ويعذب فيه. طب بأي حق؟ هذا سؤال. تاني البراكة ديت أو الخيمة ديت مين؟ الأمم المتحدة. وأنا تحت مظلة الأمم المتحدة، وتيجي الأمم المتحدة لوي دراع أو مثلا فتوانة أو إن تيجي أي 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 حد يجي بالقوة كده؟ لا، إحنا بشر وناس ودول، مش مثلا. شوف كم جنسية هنا؟ مش جنسية واحدة ولا اتنين ولا تلاتة، زي ما الأمم المتحدة فتحت لنا هنا وجينا بسبب الناتو وقصف الناتو وتعذبنا وكل ما نملك راح وجينا هنا. ما كانش في ضغط من الحكومة التونسية أصلا. الحكومة التونسية ما فيش ضغط على اليو إن، نشوفوا للناس دي حل. سايبيننا سنة ونص ما فيش أكل. واحد زي يتعالج منين؟ ياكل منين؟ يشرب منين؟ ما سألوش نفسهم السؤال ده؟ بغض النظر عن ده كله، الناس دي مش طالبه لا اكل ولا شرب ولا ميه ولا كهرباء. تعودنا خلاص. خلاص سنة ونص لما تعيش في ستايل معين هتعيش عليه، خلاص اندمجت فيه. انما تيجي تقول لي بعد السنين دي كلها والمرض والمعاناة واللي حصل لنا ده كله، وجاي تقول لي ارجع بلدك او اندمج عندي او او او، دي مش حلول. هذا رابع شتاء يجي علينا، والمطرة السماء تغيب كلها. مد الخيام اللي احنا عايشين فيها، مدة الصلاحية منتهية من سنين، بقى زي المصفى. لما بتحصل مطرة المية بتصفى علينا جوه. يعني عيشة ما عيشهاش حيوان، مش إنسان، ما عيشهاش إنسان يعني. هذا احنا عايشينها وصبرين، الناس كلها بتتفرج علينا. منظمات خيرية، منظمات إنسانية، مين بيدور علينا؟ أنا علاجي بيجيني من باب الله، الناس أهل خير، توانسة إخواتي يعني أهل الخير، بيبعتوا لي حبوب الدواء اللي أنا عايش عليه، اللي مش عامل عندي أي فايدة، لأني عندي الخلل في 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 راسي من التعذيب. بان كي مون كان هنا ماشي أول أمس، أكيد أثاروا معاه مشكلة المخيم، أكيد ما عدتش مر الكرام. فلازم وجود حل. احنا لا في المخيم لحد ما لقونا حل. لما تيجي اي 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 سلطه او اي ناس تقول لي اطلع من الخيمه، موتني في الخيمه ولا انيش اطلع من هنا. هذا رايي الاخير.